بكل صراحة اليوم رانا في كل زمان سبع مباريات عندنا أربع انتصارات والتعادلات. طبعا هذا عمل جماهيري سيمون بس قلنا حول عودة الفريق عشان تذكر اللي عانى في المرحلة الأولى. إيه العودة ولا فيها السبب؟ العودة هي المسيرة. الشكر كل الشكر يولي للاعبين هم الأولين والطاقم الفني والإداري. والحمد لله احنا في المشوار تاعنا رانا في سبع مباريات ومازال ما نزل ان شاء الله ما نزلوش ومازال العمل طويل ان شاء الله. هذا غير من نصف الطريق كما يقولوا نصف المرحله ان شاء الله. هذا اوبجيكتيف ان شاء الله يكون كيما كان وغادر الاوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله مورا شفنا مقابلات صعيبه بصراحه. مقابلات اليوم تعليق على الفوز اللي هو ثمين يعني خاصه عن طريق لاعبين شبان كما الزاوي كما عصبي كما ربما بالرابح. هي صراحه هي الفريق تعاملات في المرحله الاخيره هذه باربع خمس لاعبين اللي عطاونا الاضافه الحمد لله. كانوا اللاعبين اللي عندهم مؤهلات مليحه وزادوا دخلوا في الجروب تاعنا اقلموا مع اللاعبين تاعنا وبليس لو سيريو تاع المدرب وتاع كاع الناس. سي بوسا شفنا وجه اخر في العوده هذه تاع الفريق فيها السر اخر في هذا هو السر ما كسر. كيف تشوف ربما النقاط المقبله لان المجنوني بعد رموده بعد لقاءات كذلك ربما في مكسي والبطوله لكل الفرق هي طامعه كما قلت لك لا سر بعد مكسي. احنا السر تاعنا باذن الله ان شاء الله مقابل المقابل ما نقدرش نتخلقوا نخموا على مقابله بين الثالثه ولا الرابعه. احنا باقي لنا ثمان مقابلات ان شاء الله بربي نروحوا مقابله بمقابله وبريبار ماتش بار ماتش وناخذوا التروا بوان تاعنا باش يتبان معنا. كي تربح التروا بوان الاولين الزوجين تتحلك الطريق تشوف المكانه تاعك ان شاء الله المكانه تاعك وين راهي ان شاء الله. شفنا عوده اليوم قويه بكل صراحه صار لي عندنا مده ما شفناهمش وصلوا معنا الجمهور باش يرجع ربما يعود الفريق يعني الفريق ولا فارس راك تعرفت عليها وقلتها سي تو طافي نورمال ولكن كي تكون بنتائج عوي سنتي كاع سنتي بلا جمهور ما تسوى والو سي تو طافي نورمال النتائج ولا الجمهور يولي ان شاء الله يولي قوة في المقابلات المقبله ان شاء الله بربي ونتمنى ان شاء الله نحققوا في ان شاء الله والصعود ان شاء الله. شكرا واش قلنا سادة.